الشيخ مازن بغني بن الشيخ محمد بن ناظم. بسم الله حضرة سيدنا ومولانا الشيخ مصطفى متقن الشيخ منتظم بسم الله حبيب محلي جميع سادتنا وأستاذنا أستاذ أستاذنا أستاذنا كيونا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بلا حضرتين جميع أبينا ومهدينا من الحاضرين غفر ذنوبهم وعفو عنهم عن سيئاتهم شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لحضرة جميع أولئك الكرام في هذه الكرونة وفي هذا الوقت لا أنسى خاصة إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي لطفي حكيم مسلم عبد الرحمن المرحوم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله يا ستار يا غفار يا الله يا ستار يا الله يا ستار يا غفار يا ستار يا غفار يا الله يا ستار يا غفار يا ستار يا غفار يا غفار يا الله يا ستار يا غفار يا الله يا ستار يا غفار استغفر الله العلي العظيم الصلاة والسلام يا ستار يا غفار استغفر الله يا ستار يا غفار يا الله البهيم الله يا ستار اسمع الوحي واتجد ايوب يا الله يا الله يا الله الله يا ستار يا غفار استر عيوبنا يا الله يا ستار يا غفار استر عيوبنا يا الله يا ستار يا غفار وان سراج ديمسك صايب كتابي كتاب الورق بدن في ناس احوال من اجل الاخيان يا ستار يا رب يا الله يا ستار يا غفار استر عيوبنا يا الله يا ستار يا غفار يا الله يا ستار يا غفار يا الله يا ستار يا غفار يا الله يا ستار يا غفار
ya Allah ya Sattar ya Sattar ya Ghafar husnul huyubana ya Sattar ya Ghafar husnul huyubana ya Allah ya Sattar ya Ghafar ya Allah ya Sattar ya Ghafar Allah ya wasi'a
Rami ya Rabbi bil Mustafa bil Mustafa Ya Habibil Mustafa Balil Maqam Sidat Ya Wasilana Ya Habibil Mustafa Balil Maqam Sidat Ya Wasilana Ya Rabbi Ya Rabbi bil Mustafa Bismillahirrahmanirrahim.
minal balwa ya Allahumma ansur Allahumma ansur ahad ridwani alaihim ahad ridwani sana wa mintana arillati ya hasbunallah wa ni'mal wakil Allah
Allahumma
رضي الله عنه فقال لها إذا صار ابن كهف دخل يوم كرامة إذا من هو مر بمجلسه إذا كنت عليه الصلاة الله فقال يا ريو خذي رسا فوقات وحيا مقطوعة الركب عليه الصلاة الله فحيا فقوية برجل فلا والناس يدون ما قضوا قال إن لهذا الأمر نبت أضرب هل أدين للآباء والأمهات Allahumma inni a'udzu bika min
يا قوي يا متين قوي إمامنا يا قوي يا متين يا قوي إمامنا يا قوي إمامنا يا قوي إمامنا يا قوي يا قوي إمامنا يا قوي يا من قال يا قوي يا متين إيماننا يا قوي إيماننا يا قوي يا متين إيماننا يا قوي يا متين يا قوي يا قوي يا قوي يا سلام يا محيي يا سلام سلمنا والمسلمين يا الله يا محيي سلمنا والمسلمين اهدنا من البلوى يا الله يا حفيظ يا معين اهدنا من البلوى يا الله يا حفيظ يا معين اهدنا من البلوى يا كرم جدنا مشاعبنا سنن يا الله يا حفيظ يا معين افتنا من البدوى يا الله يا حفيظ يا معين افتنا من البدوى يا الله يا حفيظ يا معين افتنا من البدوى يا الله يا حفيظ يا معين افتنا من البدوى يا الله يا حفيظ يا معين
Allahumma
Moga nuwun kersaipun Ustaz Fatur, apa ada Ustaz Fatur untuk berdoa khusus buat kesehatan Maulana, kelancaran operasinya dan serta kesehatan keluarga Maulana Syekh Mustafa Mas'ud. Mungkin Ustaz Niko, Ustaz Lutfi, monggo nuwun kersaipun doa. Ustaz Lutfi. Ketua Yayasan Mas Budi, monggo doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa bisa mungkin dari Ustadz Lutfi atau dari Syekh Wahyudi, Ustadz. Jadi saya di sini mewakili dari Yayasan Kampung Salawat mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya dari kita semua untuk teman-teman yang berkenan mengikuti acara ini. Melalui acara ini kita semua bermunajat memohon kesehatan Amin. Untuk guru kita Maulana Syekh Mustafa Mas'ud dan keluarga Amin. Umi dan anak-anak beliau dan juga untuk kita semua mudah-mudahan Amin. Kesehatan, kekuatan dan bisa mendampingi kita semua. Amin. Sampai tahun depannya lagi. Mudah-mudahan beliau Amin. Kekuatan diberi kesehatan untuk bisa mendampingi kita semua. Amin. 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 Ya Rabbi bijai Rasulullah hada Syekh Maulana Mas'ud yasir lahu wa amrohu hulahu. Amin. Ya Allah, Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin. Mohon, Amin. Kami mohon diberikan kesehatan untuk orang tua kami, untuk Amin. Kami, Syekh Mustafa. Amin. Untuk Umi, untuk Amin. Anak beliau. Amin. Ya Allah, Amin. Ya Rabbal Alamin.
melalui manakib ini kami semua bermohon. Amin. Amin. Dan kesehatan kepada Syekh Mustofa Mas'ud sekeluarga. Amin. Ya Allah. Amin. Allah, ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Monggo Ustaz. Monggo Sewa Yuti Ustaz. Ustaz monggo. Monggo Sewa Yuti. Kami mohon untuk doanya. Amin amin amin. 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 Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi waliyyika al-ghurf. Amin. Ya Sheikh al-Thaqalayn, ya Qudbani, ya Al-Samadani, ya Muhyiddin, Aba Muhammad, ya Sheikh Abdul Qadir al-Jilani. Amin. Natawassalu ilayka ila rabbika fi qada'i hajatina. Amin. Amin ya Allah. Ya Shafi, ya Kafi, ya Mu'afi. آمين. يا شافي يا كافي يا معافي آمين. يا شافي يا كافي يا معافي اشفي وعافي شيخنا سيدنا شيخ مصطفى مصر حقاني وأحضي شفعا عاجلا لا يغضر بعدا صفما ولا ألما يا ربنا الله العظيم الرشيد العظيم أي أشفي يا شيخ مصطفى مصر حقاني وأحضي شفعا عاجلا لا يغضر بعدا صفما ولا ألما بصحة كاملة وعافية كاملة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فشافي وفينا شفعا تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقفينا بها جميع الحاجات وتقفينا بها جميع المهمات وتقفينا بها أعلى الدرجات وتدفع بنا وتدفع بها عنا جميع البليات وتحمي بها جميع المشكلات وتجيب بها جميع الدعوات وتشفينا بها من جميع الأسقام والدعات آمين لنا بها الأرزاق والطيبات وتحسن لنا بها العاقبات والخاتمات إنك على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد نبي أمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين Amin. Yang lainnya. Oke, monggo wonten cekap, monggo kita berdoa masing-masing, kita khususkan buat kesehatan dan kelancaran operasi Maulana Syekh Mustofa Mas'ud. Amin. Amin. Dan nanti silakan sebutkan masing-masing hajatnya. Amin. Allahumma bihaqqi. Inna lakum ladina. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah. Moga lajang Ustaz Nurul Mustofa. Ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq, urzuqna wa la tu'adzibna, ya Allah, ya Razzaq, urzuqna wa la tu'adzibna, ya Allah, ya Razzaq, ya Allah, ya شفاء وأداب الشريعة ظاهر وأوشرات وشرائر ودم تفيد العافية أنزل رزقنا حال وقوى قرن قد زيت التوحيد ودهيت التفريد تعذبنا
والفضائل رضي الله عنه كثيرا فلو أظهر من الشمس ظهيرا وكان فضله قامت علينا بركاته في الحادي عشرة شهرا ولا تعذبنا يا الله أمره إذا تسعين سنة بنت قرطة ظاهرة يزال يا الله يا حدي يا كفي اهدي قلوبنا يا الله يا حدي يا كفي اهدي قلوبنا يا الله يا حدي يا كفي وتمم ما اهتممنا به قلوبنا فنرفعه الى وجهك يا حدي قلوبنا يا الله يا حدي يا كفي اهدي قلوبنا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك بأنفاس هذا العام الأكبر والسير الأطهر والوارث المحمدي صاحب الإدلاء بصلاة الإهدي وبسعرك على المنهج والمنهج يا الله يا المعارف الأعمال الأضحر أبقي بأنفاسهم وطني لنا من طنار غراسهم يا آية الأمر يا رب يا قدير يا إمام يا أوتاد يا عبد الله يا الله يا على الغيرة يا على الأخلاق يا على السلامة يا الله يا نسيم يا كبير يا على الدفاع يا على الشرف يا كبير يا قلوبنا يا الله يا نسيم يا كبير يا خلاص يا هادي يا قلبي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي يا قلبي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي يا قلبي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي يا قلبي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي يا كفي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي يا كفي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي كفي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي يا كفي اهدي قلوبنا يا الله يا هادي اهدي قلوبنا يا الله يا قلوبنا يا الله يا هادي يا قلوبنا يا الله يا هادي يا اهدي قلوبنا عباد الله رجال الله اغيثونا لاجل الله وكونوا عونا لنا بالله عسى نعظى بفضل الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام لمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله ويا أقطب ويا أنجاب يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب على الشافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا من البلوى
Ya Allah sa'alnakum sa'alnakum wa izna rajaunakum wa fi amrin ala shafi سلام الله لمحيي الدين خلصنا من البلوى يا الله فيا ربي بسادتك تحقق لي إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسر لله على الكافي سلام الله بمحيي الدين خلصنا اشف الحجاب عن عيني وغضب بيني وطمس الكيف والعين بنور الواقع صلاة الله على شافي سلام الله بحبيب الدين قلنا سلام الله يا الله مولانا على كل جلال ومن بالحق أولى Ya Allah ya mujib ya karim ajib du'ana ya Allah ya mujib ya karim ajib du'ana ya Allah ya mujib ya karim ajib du'ana ya اللهم لقد أحضرتنا خدم كتابك الذي عرضت فيه أن شرعي عكارك وحيك الذي ينزلت أمورا بين حلالك وحرامك وحيك من جسيم وحضرتنا على لسان وعيدي شديد عذابك وعلى آله وأصحابه أطباء القلوب
وعدهم الذين كشفت لهم كف كل محبوب ونعادهم كل محبوب ما حمت النفاق السحرية وتعطرت المجالس بعرف أخبار الأخيار الزكية المسكية آمين 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 سبحانه ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين مشكورين وحير صدر رجيب فضل قصيدة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سؤالين واختياري قد كفاني المرابي فدعائي وانتهاري رب فاجعل مجتمعنا غاية قصر القتال رب فاجعل مجتمعنا وأعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام Rabbi fa'ana jil husna bi khurmati wa amitna fi ومعافاتهم من أفضل من عطاياك الجسامي اللهم بك تعالى المتنى Thank you.
Amin. Itu rayu Allah Ta'ala. Majma'at kaumil kirami. Itu rayu Allah Ta'ala. Majma'at kaumil kirami. وَبَلِغْنَا مَقْرَبَنَا مِمَّا طَالِبَ وَالْمَرَامِينَ وَبَلِغْنَا مَقْرَبَنَا مِمَّا طَالِبَ وَالْمَرَامِينَ رَبِّ فَجَعَلْنَا مَكَمَا أَخَرَ Allah,
الأرواح منا بقاع خير الأنام وامري بالمهدى عنا من صلاتنا والسلام وامري بالمهدى عنا من صلاتنا والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله rangkaian kegiatan pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sudah kita lalui dan diakhiri dengan qasidah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita semua, yaitu tentunya terkhusus buat hajat kita semua, kita doakan mudah-mudahan hajat kita semua kabul, terutama untuk mendoakan guru kita mulia Murabbi Rohina Maulana Syekh Mustafa Mas'ud. Insyaallah hari Jumat akan melaksanakan operasi, mudah-mudahan operasinya lancar, diberi kesehatan yang sempurna, dan diberi keluarganya di berkat Allah, dan semua diberikan kesehatan dan kita semuanya. Amin. Dalam saya sebagai host, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Amin. Apabila dalam proses di acara ini banyak kekurangan dan banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya buat para ustadz, para syekh, para muhibbin, para muridin semuanya. Mudah-mudahan Allah ridha, Rasulullah ridha, guru kita semua ridha, Maulana Syekh Mustafa ridha, Maulana Syekh Isyam, Maulana Syekh Nazim, dan semua silsilah dhabiyah meridhai kita semuanya. Dengan mudah-mudahan kedepannya ada lagi kegiatan-kegiatan dengan untuk menjalin kebersamaan kita semuanya. Terima kasih juga buat Ketua Yayasan Mas Budi atas fasilitasnya yang membuat kita dan bisa membahas kegiatan kali ini. Akhirul kalam, walafumingkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh foto dulu Ustaz Dodi? Oke, monggo. Yang videonya masih ditutup, mungkin bisa dibuka. Oke. Okay. Saya hitung ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sebentar, satu lagi. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Syukran Ustaz. Ya Allah, Mas Gurin, ya Ali, Mas Allah emang bisa dipoto ya, ya? Ini kenangan ini Pak Budi. Ketua yayasan, gey. Alhamdulillah. Mungkin Pak Ketua Yayasan, barangkali ada sesuatu yang perlu disampaikan. Monggo. Enggak. Sudah ada. Alhamdulillah kita semua bisa ada acara manaqib ini. Memang Insya Allah, mudah-mudahan operasi beliau lancar sebagaimana yang diharapkan, beliau sehat. Amin. Untuk kedepannya. Terima kasih sekali. Amin. Alhamdulillah, jenengan-jenengan semua mau meluangkan waktu untuk khidmat kita semua kepada beliau, karena dengan adanya Syekh Mus kita semua itu jadi berkumpul. Jadi
karena beliaulah kita ini jadi seperti ini. Jadi mudah-mudahan khidmat kita ini mendatangkan ridho Allah, ridho Rasulullah, ridho Maulana Syekh Syam dan para aulia. Amin ya Allah. Terima kasih juga disampaikan buat Pak Haji Nur Syafaat. Alhamdulillah ini jaringannya kita gunakan. Jaringan online-nya kita ini kelas-kelas online ya. Gak bisa tatap muka. Teman-teman kita juga insya Allah banyak yang bisa majlis tatap muka. Tapi kita alhamdulillah kita bisa melaksanakan ini. Oke, terima kasih sedoyo. Amin. Mudah-mudahan rahmat buat kita semuanya. Amin. Mungkin wonten tambahan, monggo wonten punapa? Jika ada yang berkenan atau mau lihat, mungkin monggo. Nggih, saya di, monggo. Kalimatan mau kalimatan, Syekh. Ibu. Monggo kalimatan mau kalimatan. Mas. Mas Darul kayaknya online ya, Mas Darul. Nah, Gus Darul, monggo. Gus Darul. Assalamualaikum, Mas Dayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng Australia, Gus. Cibubur, Mas. Oh, Cibubur. Australia bagian Cibubur berarti. Deket lah, deket Australia. Alhamdulillah, sakit kepanggih panjenengan-panjenengan saya. Matur nuwun Mas Budi, Mas Uki, Mas Budi, Mas Nur Syafaat, Danten, semuanya terima kasih atas arrangement-nya. Semoga bisa ini ya, bisa rutin berikutnya. Amin. 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 Oke. Okay. Jadi tetap terjaga silaturahimnya. Oke, ngaten mawon Mas Dodi, monggo dilanjut Mas Eki. Mas Budi. Qosidahnya mantep. Oke, ini Ustaz Fathur Roji, Masya Allah. Ajib. Kayak dengerin kaset. Mungkin ditambah lagi, kayak sapu qosidah lagi kayak ini. Ah, setuju. Mumpung gratis. Masih sudah lagi. Kayaknya masih kangen soalnya nih saya kira. Masih pada kangen nih mendengarkan suaranya Sadroji ini, Masya Allah. Baik, sudah ya. Habibi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina أدم الصلاة على الحبيب محمد فطبول غاحت من بغير تردد أعمالنا بين القبول وربنا إلا الصلاة على الحبيب محمد اللهم صل عليه أدم الصلاة على الحبيب محمد اللهم صل وسلم على حزما بغير تردين أعمالنا بين القبول وردنا
الصلاة على الحبيب محمد يا سيدي يا رسول الله يا الله يا عند الله إن المتقين إن قد جاءوا الموت لذنبيا تغفرون الله يا سيدي يا رسول الله Maskurin, ya tadi Sadraji, masya Allah, alhamdulillah. Teringat ketika berkosida dengan berada bersama Maulana Syekh Mus, masya Allah. Monggo. Alhamdulillah, oke, okay. Ajib, masya Allah. Alhamdulillah, kayaknya masih nambah lagi nih, kan? Apa ada yang mau, masih ada yang mau berbicara atau gimana, monggo?
atau kita sudahi saja. Monggo silakan yang mau lab juga nggak apa-apa, monggo. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berjumpa kembali di gelombang sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dadah. Fatur Zat, Fatur Ozi, Dodi semuanya. Amit. Terima kasih semuanya. Amit, dadah. Dadah. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Fatur. Fatur ada Ustaz Fatur? Ada, aneh dari tadi nyimak. Fatur. Namanya saya jadi enggak tahu. Ikut aja. Orang suruh doa malu. Wes jangan gitu. Terakhir doa tutup Ustaz Fatur. Amin. Amin. Udah kobol, udah kobol insyaallah. Ya Allah. Harus harus. Iya, enggak apa-apa, masih ada ya. Amin, amin. Amin. Belum ditutup. Terakhir Fatur. Yalah. Fatur. Udah kobul. Amin. Yes, lah. Kolil. Sedikit. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. As'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Amin. Wa tajmau biha syamli wa taradu biha fitnatal anni. Amin. Inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi. Amin. Wa biyashamli wa taraddu bihal fitnatal anni. Amin. Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa tajma'u biyashamli wa taraddu bihal fitnatal anni. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub. Amin. Wa biyal qulub wa tantariku bil usub wa talinu biha subhana li usubi wa man ilaihi mansub. Amin. Hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala yahihum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma inna a'udzubika min adhabil qabri wa min adhabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiih dajjal wa min al maghrami wal ma'tham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tamam, masykurin Ustaz Fatur. Alhamdulillah semuanya, terima kasih. Nah, dari tadi ada Ustaz Fatur di handphone, dari handphone tadi enggak masuk. Sinyalnya enggak kuat deh. Panur di mana, Panur? Panur? Saya makanya di luar ini di teras. Kalengan bendera kayaknya, Panur. Panur. Bendera merah putih nih kayaknya. Baji Nur. Nah, bener kan? Baji Nur. Sama Baji Nur. Kalimantan atau Kalimantan masih ada nih. Masih belum pada bubar. Monggo. Enggak lah. Kok ada majalah. Kalimantan atau Kalimantan. Baji Nur. Sadodi main tembak, Pak Nur. Jago nembak berarti ya. Buka dong videonya Pak Nur, kangen nih Pak Nur. Iya Pak Jinur. Pokoknya sebelum bubar semuanya kita dibuka terus pokoknya. Sebelum diusir sama hostnya belum keluar nih kita nih. Oke. Hostnya emang siapa di sini host? Itu bendera merah putih. Kang Danang. Oh, oke. Ini ada Yai Danang juga nih. Yai Danang monggo, Kalimantan atau Kalimantan. Sudah ini berarti. Ya nekoten alhamdulillah. Monggo Yai Nur kalimat terakhir. Ya Ustaz Dodi. Alhamdulillah. Ustazul, mohon pamit ya. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit sedanten.